البيطري. صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي تتابعوا فينا على 90.3 وإلا على www.الحياة.fm. مع البيطري برنامجكم الأسبوعي اللي كل مرة نتطرق فيه موضوع يخص الصحة الحيوانية، واليوم موضوعنا يهم شريحة معينة من المجتمع اللي هم مربي ومحبي الأكباش. وبالطبيعة مش نفهموا شنية الحكاية بالتفصيل مع الدكتور صالح الشهيبي، طبيب بيطري. عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة FM. توا اللي يسمع يقول توا اش تهمنا احنا مربي الاكباش، اور هي معناها بالحق اللي يسمعوا فينا من مربي الاكباش خاصه لهم هما، وزاد اون جينيرال الاكباش شنو الامراض اللي تجيهم، شنو يلزم التغذيه الصحيه نتاعهم، هكا ولا؟ اكيد اكيد اكيد. ومش انا متاكد اللي الحلقه هذه مش تسجل نسبة معناها استماع كبير. تتوقع معناها نسبة الاستماع مش تكون عالية المرة دي؟ لأنه بالحق نعرف الدومين ذي، مجال ذي خاصة والمغرمة بالأكباش، معناها بالحق شريحة كبيرة، هي شريحة كبيرة هذيك، علاش معناها قررنا باش نحكيوا عليه. صحيح، وكما قلت لك أنا متأكد اللي مش تلقى معناها الحلقة هذه مش تلقى رواج كبير. رواج كبير. فهمت؟ دونك كما كنا شريحة كبيرة قاعدة ليه خاصة الغرامة ذي متاع الأكباش، كما متاع العصافرة حكينا في اللي قبل، متاع الأكباش كيف كيف على تونس كاملة. دونك جميع الشرايح معناها والأعمار كلها تلقى الكبير والصغير كلها مغرمة بالأكباش ذي. دونك اخترنا الموضوع هذا باش نسلطوا الضوء على هذه الفئة المعينة من الأكباش اللي بيلي دو كومبا، دونك واللي هي عبارة كانت في تونس موجودة رياضة وعندها جامعة وموجودة من القدم، ولا من القدم كانت فما جامعة ديجا موجودة، كانت في تونس العاصمة، هي بدأت في تونس العاصمة، بدأت من تونس العاصمة من الأحياء الشعبية، من الأحياء الشعبية، وكانت ثم جامعة وطنية للرياضة ذي الأكباش هذوما متاع نطيح اللي بيلي دو كومبا. دونك وخاصة في السنوات الأخيرة رجعت بشكل كبير، دونك موجودة على في تونس كاملة، وفيها معناها غرام كبير متاع العباد اللي برشا ناس مغرومة وفما حاليا حتى منافسات قاعدة تصير على مستوى الجهات وإلا حتى ما بين الجهات ما بين الولايات. دونك دي كومبا يصيروا في 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 في, في برشا بلايص. دونك والعباد تتبع مليح مليح الدومين هذايا خاصة الدومين تربية الأكباش هذوما. به لهنا كيفاش معناها يقول توا يقول القايل اللي مش يربي الأكباش، معناها شنية الديسيزيون اللي مش ياخذها اذا كان خذا الديسيزيون بيان سور مش يربي، شنية البيئة اللي مش يهيئها للكبش هذا، كيفاش مش يتعامل مع التغذية المناسبة والصحية ليه باش ينجم يقام خاطرهم مش يدخل في كومبا كما قلت أنت. أكيد هو كي ياخذ الكبش يختاره معناها مازال صغير في العمر، دونك يشريه عادي. دونك من بعد يلزم هي فما نوعيه معينه من الاكباش بتاع ذوما بتاع لي كومبا، والا اي نوع بتاع هو الاكباش العاديه اللي موجوده في الاكباش العاديه اللي موجوده، خاطر احنا نشوفوهم حتى الحجم نتاعهم يبدا كبير وهكا ولا لانه عنده معناها ريجيم معين، ريجيم معين فوالا، فهمت؟ ياخذوه هو صغير ويختاروا معناها الفورم نتاعو، في الاختيار زاد مهم، وانه يختار نتاع الشكل نتاع القرون نتاعو الوقفه نتاعو، دونك الطاي نتاعو والكل، ومن بعد يخليوه يربيوهم ما يخرج الا ما يكون بلغ معناها سن معين. دونك انت تقول دكتور اللي معناه الاختيار على الكبش يقع ملي هو صغير، معناه تنجم تشوف معناه الاختيار نتاعك ملي هو صغير، ملي هو صغير هما يختاروه، دونك يمشيوا يتنقلوا كيما في الاسواق وكل، ويختاروا يشريه من الاول صغير في العمر، مثلا احنا نقولوا من العام ونص عامين في العمر، فهمت؟ يختار ويخليه ويربيه، دونك ما ينجم وما يدخل به المسابقات هذيا وكل الا ما يتعدى عليه. دونك عنده ريجيم معين نتاع غذاء ويتلهى به، دونك لين يوصل يحضر
للمباريات هذوما. دونك احنا قلنا معناها لازم تختاروا من اللي انت صغير من اللي هو صغير الكبش هذا ويمشي معاه. وكيفاش شنو الريجيم معناها انت اللي تقدموا للي يربيوا في الاكباش، معناها الريجيم الصحي للاكباش هذوما شنو نجموا نقدموا له؟ معناها بروتينات، شنو هي الحاجات؟ هو نتصور اكثر حاجه هي بناء العضلات نتاعو الكبش هكا ولا هو بصفه عامه؟ هو المجتبات بصفه عامه وخاصه الكبش، دونك من الاول مش يربيه على اي كتربيه كحيوان عادي ولا كما تربيه الاغنام والخرفان، معناها يقدم له الغذاء نتاعو متكامل اللي فيه الاعلاف زاده وكل، ومن بعد بشوي بشوي يدخل له معناها بيان سور دكتور مع تقديم التلقيح المناسب. طبعا تو نحكيو من بعد على التلقيح اللي يلزم تصير، وكما قلت لك ديما يلزم ريجيم، لانه بالحق هو اكثر حاجه هي اللي تقلق نجم تقلق لك بشذية هي الاختلال مثلا الريتم نتاع التغذيه، والا يعطيه كميه اكثر لانها تنجم تسبب لنا امراض من بعد تو نحكيو عليها تباعا. به الكبش هذايا تواجبناه وكبرناه وحطيناه، البيئه نتاعو كيفاش يلزمها تكون؟ معناها بالطبيعه كاي حيوان دونك نوفروا له البلاصه، تكون البلاصه هذايا مهويه ما فيهاش انداء، تكون نظيفه، ننظفوا ديما ما نخليوش الاوساخ موجوده، زاده تكون ما فماش تيار هوائي يكون موجود لتفادي الامراض خاصه التنفسيه. دونك هذا هو، ومع توفير بالطبيعه الغذاء المناسب والماء بالطبيعه كما الحيوانات الكل. توا لهنايا اللي مربي الاكباش معناها يقول لك فما امراض تنجم تجي للكبش نتاعي، نقعد حاير. معناها احنا ديما نقولوا بيان سور اي مرض ولا اي عارض يظهر على الحيوان بالطبيعه تنتقل مباشره للطبيب البيطري، مي فما امراض معينه معناها تنجموا نشوفوها بالعين المجرده بالطبيعه، شنو هي معناها شنو هي اكثر الامراض اللي تصيب النوع هذا نتاع الاكباش؟ هو بصفة عامة كما كنا نحكيه بحكم أنه ريجيم أليمونتير نتاعه دونك النظام الغذائي نتاعه قوي، دونك يوصل في فترة معينة يتطلب يكون غني برشا، دونك نجمو ينجم يعطينا معناها خلل في الجهاز الهضمي، دونك ما يعبر عنه بالبشمة هذية، دونك أي خلل في زيادة الكمية أو تبديل فجئي للغذاء ينجم يعطينا الأمراض هذية، دونك واضحة الكبش ما عادش ياكل ويحسوا، دونك هما يعرفوها مليح، دونك وأغلبية المغرمة بالكباش ديما باتصال دائم بالطبيب البيطري بالحق. هما حريصين برشا على الصحة نتاع الأكباش نتاعهم. يعطيك الصحة، أقل حاجة تظهر بالحق أنا نشوفهم وقاعد ديما نتبع وأنهم يتصلوا ديما بالأطباء البيطري. لأنه الكبش هذاك معناها ما نتصورش شنو يمثل له. غرام. بالحق. مال شنو؟ غرام كبير ياسر، دونك ما تتصورش شنو يمثل له هذاك، دونك أي حاجة مش تظهر عليه معناها مباشرة يكلم الطبيب البيطري، يتصل مباشرة بالطبيب. دونك كيما حكينا دونك أمراض الجهاز الهضمي، دونك ثم تلقيح زادت تعمل، ثم أمراض كيما التسمم المعوي ينجم يجي عند الكباش، دونك بصفة عامة يكون ملقح ثم تلقيح تتعمل قبل باش ما نوصلوش كي حتى كانوا مرض على الأقل تجي الأعراض خفيفة، فهمت؟ دونك ديما كيما حكينا خاصة مربوطة بالنظام الغذائي، وزاد فما امراض اخرى دونك مربوطه بالكل سوا معناها طفيليات والا بكتيريا والا فيروسات، دونك اللي تصيب الجهاز التنفسي. دونك كيما بالطبيعه في الحاله ذي دكتور اذا كان معناها فما برشا اكباش يلزم العزل نتاعهم في الحاله ذي نتاع الجريب كيما نقولوا الجريب معناها اللي يصير لهم. هو هذاك الشيء يلزم ديما في اي اعراض تنجم تظهر على واحد منهم يلزم عزل البقيه، لانه كي تشوف حتى المغارمه نتاع الكباش ديما تلقى التربيه نتاع الكباش هذوما تلقاهم محطوطين برشا كباش، ماهوش واحد برشا كباش في لوكا معناها في مكان معين واحد، دونك مش تلقى اكثر من ثلاثه واربعه وخمسه كباش وتنجم توصل حتى ل 20 كبش موجودين في نفس الـ الحظيره ولا المربط كيما يسميوه.
دونك ماذا بينا بالطبيعه اذا كان ظهرت اعراض على واحد نعزلوا لاحد اللي نشوفه نتصلوا بالطبيب البيطري باش نجموا نعاينوا شنو الاشكاليات تكون عنده باش على قليله نتفاداو انهم البقيه يتعداو وهذا كان زاد يتم العلاج نتاعو باش ما يصيرش النفوخ نتاعو. طب الاكباش هذوما هما اسمهم دو كومبا معناها نتاع المعارك كما نقولوا معناها نتاع يتعاركوا زوز اكباش معناها يتعاركوا باش نسهلوا على الساده المستمعين معناها كل المعركه نتاع الاكباش فما حاجات معناها تصير للكبش هذاك كيما النزيف كيما كيما انه يتضرب كيما معناها كيفاش هي الاسعافات النجم قد هو ديما الكباش هذوما دونك معرضين ديما للتوسكي كيما الاصابات اصابات لانه هو مش يصير نطيح دونك مش تصير تنجم تصير اصابات كيما تنجم تصير كسور كيما رذوذ في العضلات كيما تنجم تصير زاد النزيف لانه خاصه النزيف الداخلي لانه في المعركه في العركه مش تصير دونك تنجم تصير نزيف دونك اذا كان لاحظ عليه اي علامات خاصة بعد ما يكمل المقابلة نتاعو يتصل بالطبيب البيطري باش نشوفو نحدو على الأقل شنو المشكل وين باش على قليلة نجمو ننقذو الحيوان هذاك. ودي بريفيرونس بعد أي مباراة ما بين الأكباش يلزمنا نتفقدوا الكبش نتاعنا خاطر تنجم تكون فما جروح ولا حاجات ولا نزيف داخلي هكا ولا طبعًا. ما تفيقش بها معناها ما يخرجش الدم على برا. طبعا ينجم يكون نزيف داخلي تنجم كما تنجم تكون العلامات ظاهرة من برا دونك نجمو نلاحظها بالعين المجردة من برا. هذوما أهم الأشياء معناها اللي كنا نجمو نقدموهم المربي الأكباش عندك ما تضيف دكتور؟ هذا هو وكما قلت لك بالحق العباد ذوما المغارمه ذوما لهيم برشا بالكباش نتاعهم بشكل كبير ويكونوا حريصين على الاخر ديجا كما قلت لي انت معناها يسرعوا في اي معناها مرض يمشيوا طول للطبيب البيطري زاد متبعين التلقيح نتاع الاكباش نتاعهم باش يكونوا في صحه جيده متبعين اغلبيتهم تلقاهم معناها عندهم كالوندري فاكسينال دونك مع الطبيب البيطري تلقاه يعرف وقتاش يلزموا التلقيح الجاي دونك كما تشوف في الحيوانات الاليفه اللي كلها ولا كنت باش نقول لك ما تقولش عليكم ربي قطوس ولا كلب نفس الشعور ونفس الاحساس على الحيوان هذاك نفس الاحساس نفس الشعور وممكن اكثر لانه غرام ما تصورش بالحق باللي نحكي لك ما تصورش الغرام هذايا قديش شد من عباد معناها عباد توصل تتنقل معناها تمشي للمقابلات تتنقل تهزك تتنقل من ولايه لولايه مش في نفس الولايه صحيح باش يتنقل بالكبش نتاعو من ولايه لولايه اخرى باش تقيم مباراه معناها مباراه ما بين الولايات معناها على مستوى جهوي والا على مستوى وطني وتلقى معناها يحكيوا على بطل تونس وفي ثم تتويجات وحفلات وتصير ووصلوا حتى على مستوى خارجي معناها يمشيوا للبلدان الجوار كما الجزائر كما ليبيا دونك بالحق تقلق وهذه ممكن انا نشوف اللي تنجم تفيد السياحه التونسيه بالحق كان ترجع كالجامعه هذه بالحق لانها فيها تلم برشا عباد وتنجم تعرف بالتراث التونسي لانه حتى كي يشوفوا الانواع نتاع الكباش كل نوع فصيله وعندها المسابقه نتاعها مثلا ما ينجمش يلعب كبش كما يقولوا احنا الغربي هذا مع كبش العربي اللي هو نتاع تونس يلزم من نفس الفصيله في يعطيك الصحه في الاصناف نحسك مغروم دكتور انت زاد بهم والله بحكم انه الكونتاكت معاهم خليني نتغرم بالحق عالم ما كنتش ما اكتشفت بالحق اكتشفت عالم جديد أيه؟ كنت تفكر انت قلت لك نخصوا حلقه للفئه هذه بالحق لانه عالم كبير ياسر كي تدخل في وسطه كعالم كبير بالكدا دونك علاش ليه تولي تقام معناها هذه كما تدخل في التراث التونسي لانه كي نرجعوا هي من التراث التونسي من التراث موجوده التونسي. من السبعينات ومن الستينات موجوده من السبعينات والستينات علاش لا نعاودوا نحييه بحكم انه حتى الارضيه معناها موجوده وهي رياضه رايت وهي رياضه في الاخير رياضه شكرا لك دكتور شكرا لكم اعزائنا المستمعين بالحق الموضوع اليوم شيق وطريف نوعا ما هكا ولا دكتور اكيد
الحلقة هذه كانت المربي الأكباش، شنية الحاجات النجم انساموا فيها بالحبش الحيوان تمتنع تقعد في صحة جيدة. شكرا لكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، الفيديو إن شاء الله تلقوه بعد شوية على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فهم. كانت معكم أروى غيث كوتي ميكرو، أيمن في الإخراج التقني. مع البيطري. صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM.